يا دكتور احمد. اهلا استاذ هشام، مرحبا بحضرتك وبالساده المشاهدين. اهلا بيك يا فندم، صباح الفل. تطمينات بقى يا دكتور احمد كده فيما يتعلق بحاله الطقس اليوم والايام اللي جايه ان شاء الله، خاصه ان احنا لسه خارجين من موجه حر. يعني احنا عندنا تحسن في الاحوال الجويه لحد نص الاسبوع على الاقل، حيث درجات الحراره تتراوح ما بين ال 35 و 37 حتى يوم الاربعاء القادم. يعني نقدر نقول ان الجو فيه تحسن ان شاء الله، صحيح في نسب رطوبه عاليه شويه لحد ما، فبالتالي الجو بيبقى رطب مع تكون الشبوره المائيه في الصباح. طب هل يا دكتور احمد الارتفاعات اللي هتعقب فتره الاستقرار دي هيكون فيها يعني معدلات اعلى من اللي كان حاصل قبل كده، ولا في نفس المعدلات ممكن اللي هي يعني مثلا بتوصل لا ل 40 بالكتير، ولا ممكن لا تتخطاها؟ يعني هي ان شاء الله مش هتزيد عن ال 39، اقصاها 40 في اي ارتفاع اي ارتفاع قادم ان شاء الله. طيب بالنسبه للملاحه البحريه بقى، يعني حركه الملاحه البحريه في البحرين المتوسط والاحمر. الرياح هناك خفيفه، بالتالي كل البحرين الابيض والاحمر قابلين لاعمال الملاحه البحريه. مفيش اي مشكلات باذن الله. لا 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 لا. طيب انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور احمد عبد العال رئيس هيئه الارصاد الجويه. طيب احنا بكده